اهلا وسهلا بالمشاهدين مما كانوا داخل او خارج حدود الوطن. مازال اخر ضيف في برنامجنا لليله باش نكونوا على موعد مع فنان قاعد يعمل في عديد الاعمال الموسيقيه، منها التراثيه ومنها الانتاج الخاص ومنها زاده تقديم اغاني لفنانين تويزا. هذيك علاش بحذيه اليوم الفنان التونسي وليد سعدي. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا بك نعيم، عايشك سافا؟ بس الحمد لله سافا. بشنو فكرك الجو هذا التونسي؟ يذولي بنفس اللي قاعد تخدم فيه مع الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه. هذا الفولكلور الصحيح يعني الاصيل نتاع تونس، يعني الفولكلور الاصيل يعني ما غير تطورات وما غير يعني بحث اخر، قاعد كما هو باللبسه بالعزف بالموزيكا بكل شيء، يعني حاجه اوريجينال باهيه حلوه. انت زاده مع فرقه الفنون الشعبيه قاعدين في نفس الاتجاه هذا، هو اللي هو سامحني البحث عن الاغاني القديمه والزمنيه واعاده توزيعها واعاده ترويجها في تونس وخارج تونس. نحن نكتبوا في لوحات راقصه، يعني اغاني يكونوا عندهم هدف، يعني في باش يعرفوا بجهه باللبسه بتاع الجهه هذيك زاده، فهمت؟ لوحه راقصه تسمى تابلو يعني كامل، فوالا كامل كامل لبسه ومغنى يعني وايقاعات كل شيء، فهمت؟ هي بحث في على مستوى الكوريغراف زاده، فما كوريغراف تسير فوق الاغنيه هذيك فوق الميزان وكل شيء محسوب، يعني تمارين وكل شيء، فهمت؟ اليوم قدمتوا عديد العروض العام ناول كان مشروعكم هذا وقدمتوا برشا عروض في اكثر من 30. وي اكثر من 30 ومازال عندنا في السيف هذايا ان شاء الله جوله اخرى في المهرجانات. عندنا في المهديه 18 جويلية، وعندنا 3 اوت زاد في المهديه مرجان البحر، وعندنا في تطاوين ان شاء الله وقابس وجنوب الكل قبلي توزر قفصه، أنا جولة بها إن شاء الله. وكلها أغاني من التراث التونسي. وي أغاني من التراث التونسي، فما نسمع حاجة من اللي تغني فيه مع الفرقة. نسمع حتى نفهموا شوية هكا نسمعوا وي نسمعوا الأعمال اللي قاعدين تقدموا فيها مع الفرقة الوطنية للفنون الشعبية. جمال اللي غانا غدار يا خال يا مولا، هاي يما جمال اللي غدار، جمال اللي غدار هاي نركبو الاثنين، هاي يما ولا حدار هاي نركبو الاثنين، هاي يما ولا حدر جمل والناقة يا خال يا مولاي، هاي يما جمل والناقة يا جمل والناقة هاي نركبو الاثنين، هاي يما نمشو رفاقة يا هاي نركبو الاثنين، هاي يما نمشو رفاقة. يعطيك الصحة وليد. وليد كان لك عديد الأعمال الموسيقية، أسناء مع نجلة مع سمير لوسيف مع سمو زنود، وإن شاء الله قريب ياسر باش يكون عندك تعامل مع وليد التونسي. إن شاء الله عندي أغنية مع وليد التونسي، إن شاء الله كلماتي أنا وألحاني أنا، بون تحويل شوية. شنو تقول شوية؟ من عند غزل عيادي، بون ما نعرفش مزاد الغنية في البرو هذه محالة، نقول لك شوية الكلام. الأغنية تقول هي مش حرام عليك تقدر اللمسة فيك، ما تنسى اللي فما ربي يعلم بيا وبيك. مش حرام عليك تغدر اللي مسافيك كيك المغزى تاع الاغنيه، يعني الموضوع تاع الخيانه اونتر لو دو، الراجل يقول مرات تخون ومرات تخون، هذه الاغنيه الجديده نتاع وليد التونسي هنا سمعناش. فوالا والمرات تخون ومرات تقول الراجل يخون، ديالوج غاديك في قاعده ديما كالصراع بين المراه والراجل ما يوفيش. فوالا هذيك الكونسيبت تاع الاغنيه، يعني فهمت؟ ابروبو نجله عطيت اغنيه نتاع الاخرانيه نتاع كاس العالم، الغالب يعني ما ترشحناش في الناس البعيد كاس العالم، اغنيه حلوه برشا ريتميك جو جون، يعني عطيت اغنيه نتاع العروسه تقول يقوي سعدك يا عروسه، يقوي سعدك قوي ساعدك لقبلك ولا بعدك يا عروسه. اللي خرجتك غنيت العروسه فوالا. وليد زاد عندك فيديو كليب غنيت طير تيران، غنيتك الجديده. عندي فيديو كليب جديد صورته يعني مؤخرا، هبطته في رمضان، يعني غنيت بتاعي اسمها طير تيران. كتحب نسمعك انا شويه تقول طير تيران بحبك طير تيران. او شنو نسمعوها كليب؟ طير تيران اش خلاني ليلي سهران، يعني اغنيه غراميه نتاع واحد تفصل في تونس يقول لك طير تيران بفلان يحبها على الاخر، ولا بنيه يقول لك طير بحبه تيران، تفصل تبان لي هذيك من الانسبيراسيون من الشارع، فهمت؟ اغنيه غراميه حلوه في الزين، حلوه حلوه تسمعوها حلوه على الاخر.
بيه باش نشوفوا شويه من اغنيه وليد سعداوي قبل ما نرجع ونودعوكم انا ووليد، ونقول لكم ان شاء الله الاسبوع القادم نلتقي على الوطنيه الثانيه. شويه من كليب طاير تيران. طاير تيران بحبك طاير تيران، طاير تيران اش خلاني ليلي سهران، طاير تيران بحبك طاير تيران، طاير تيران اش خلاني ليلي سهران. تعجبني برشا تعجبني حبك هبلني البيا، اتنى شوية وقربني حطي ايدك في ايديا، صوتك موسيقى تطربني، صوتك موسيقى تطربني فيها نشوة. عش عندي نعمل جديد نكمل، عش عندي نعمل جديد نكمل، يا حب احكام المدلل يعمر سلطان. طير تيران بحبك طير تيران، طير تيران طير تيران اش خلاني ليلي سهران، ليلي ليلي طير وليد. كنا نشوفوا في الاغنيه هذه فما اغنيه اخرى قاعده تتحضر، فما كليب، اخبارك ومشاريعك الفنيه. زوز اغاني اخرين، عندي اغنيه في جوراي ان شاء الله، وعندي اغنيه مع يخدم لي خويا ارمستا زيلا جو تعامل كبير مع ارمستا. وي عندي اغنيه جديده هذه باش عملتها على الهجره السريه، يعني الحرقه بلغتنا، يعني على جميع التوفاه الله يرحمهم، باش نعمل اغنيه على الجو هذاك فهمت. وعندي اغنيه شبابيه واحده اخرى زيلا تحكي على الديالوج بالانترنت هذا اللي صاير توا فيسبوك والعالم الافتراضي. فوالا باش نعملوا له اغنيه زي هذاك خاطر الظاهره كبيره ياسر. فوالا قاعدين نخدموا نسعى ان شاء الله بعد سيزون زي عندنا برشا حاجات اخرين، عندنا سفر الخليج ان شاء الله بعرض ثلاثولوجيا. عرض عرضكم باش يكون في الخليج فانا بليت. ان شاء الله في ان شاء الله في نوفمبر ديسمبر مزيان يعني للناس الجاليه التونسيه في قطر باش يكون العرض نتاعهم، من تنجم الجاليه التونسيه تمشي وتشوف وتتعرف على تراثنا وتعاود تحيد ذكرياتها. برشا ناس نعرف ما تفرجوش هنا في تونس ولكن برشا عندهم ذكريات تحلوها مع تراث تونسي باش يشوفوا وليد وفرقة الفنون الشعبيه. وليد مرحبا بك واهلا وسهلا بك، شكرا لك على الحضور، نتمنى لك نجاح وتوفيق. ميرسي بوكو. شكرا لكل من اختار انه يسهر معنا الليله في برنامج الكواليس مع اجمل واحلى تحيات كامل فريق برنامجنا. الاسبوع القادم نلتقي مع ضيوف جدد، خصوصا عن توصيف برشا جديد. على خير والى اللقاء.